التغير الدائم هو السمة الأبرز في حياة البشر، فلا شيء يبقى كما هو إلا وجه الله الكريم، فحتى حياة ومصير البشر يتغيران بين لحظة وأخرى. وسواء كان هذا التغيير إيجابياً أم سلبياً، إلا أن أبرز ما يمكن ملاحظته أنه ليس هناك شيء دائم. في هذا الفيديو سوف نعرض عليك أبرز الأشياء التي قد تختفي تماماً بحلول عام 2020. فلنبدأ. الشوكولاتة. قد يبدو الأمر كارثياً لدى معظم البشر وخاصة النساء، فالشوكولاتة ليست مجرد طعام بالنسبة لهم، بل هي روتين أساسي ثابت للحياة اليومية، ولكن نتيجة لإهمال البشر فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري، تم ملاحظة تقلص وتلف مساحات شاسعة من شجر الكاكاو المزروعة في غانا وساحل العاج. وبالفعل قل إنتاج تلك الدولتين الإفريقيتين، واللتين تعدان من أهم الدول في إنتاج نبات الكاكاو الذي تصنع منه الشوكولاتة بجميع أنواعها، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الجفاف. الفيل. بسبب عمليات الصيد الجائر لتلك الحيوانات التي تعد الأضخم في البرية، وذلك للحصول فقط على العاج، حذر العلماء أن الفيل قد يصبح من الحيوانات التي سنراها فقط في كتب التاريخ بحلول عام 2020. ففي العام الماضي فقد تم قتل أكثر من 35 ألف فيل في الغابات الإفريقية من قبل الصيادين غير الشرعيين. المدن الساحلية. حذر جميع المختصين في المناخ بأن المدن الساحلية أو الثلجية في القطب الشمالي أو الجنوبي تواجه خطر الاندثار بشكل نهائي، فمياه المحيطات والبحار سوف تلتهم اليابسة بشكل كامل، وذلك بسبب ذوبان الكثير من الثلوج في قطبي الأرض الشمالي والجنوبي نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أدى إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض. الهيليوم. يتوقع خبراء صناعة النفط أن عام 2020 سوف يشهد اختفاء غاز الهيليوم الموجود طبيعيا في باطن الأرض بشكل كلي، والذي يوجد في آبار الغاز الطبيعي، وبجانب استخدامه في المناطيد الطائرة وبالونات أعياد الميلاد الطائرة، يستخدم الهيليوم أيضا في تقنيات التبريد العميق وخاصة تبريد أجهزة المغناطيس فائق الموصلية المستخدمة في تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي. كما يستفاد من الخواص الخاملة لغاز الهيليوم في استعماله كغاز واق في اللحام القوسي وفي عمليات تصنيع رقائق السيليكون. النقود الورقية والمعدنية. بدأ عصرنا يشهد تناقصا متزايدا في استخدام النقود لتسديد الفاتورات، وأصبحت المحلات التجارية تقبل استخدام بطاقات الدفع البنكية الذكية، وليس المحلات فقط، فحتى المطاعم والمقاهي الصغيرة بدأت بتطبيق آلية الدفع الإلكتروني، إضافة إلى أن عمليات تحويل الأموال بشكل إلكتروني أصبحت من أسهل ما يكون، ولا تحتاج إلى عمولات ومبالغ مالية، ويمكن لأي فرد أن يقوم بها بطريقة سهلة. الذاكرة الخارجية USB. أعلنت شركة إريكسون في تقرير لها بأن 70% من سكان العالم سيستعملون الهواتف الذكية في عام 2020، كما أن الشبكات العنكبوتية سوف تغطي حوالي 90% من تعاملات سكان العالم، حيث تقدم الآن شركة أبل وجوجل ومايكروسوفت تقنية كلاود التي تمكن من تحميل ملفات واستعمالها في أي مكان في الكرة الأرضية. لذلك يقال بأن الذاكرة الخارجية USB لن تكون مطلوبة بشكل كبير في عام 2020. الاسطوانات المدمجة. نتيجة التطور التكنولوجي الهائل في مجال التطبيقات الإلكترونية في الهواتف الذكية العاملة بنظام الآي أو أس أو الأندرويد، يتوقع العلماء اختفاء الاسطوانات المدمجة بشكل نهائي من حياة البشر. البريد. من المتوقع استبدال صناديق البريد المنتشرة في الشوارع وعلى أبواب المنازل ببدائل أحدث مع احتمالية اختفائها في العقد الحالي. الذهب. عرضت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا يوضح زيادة تكاليف استخراج الذهب وندوب مناجم الذهب، يعني أنه أصبح من الصعب اكتشاف ذهب جديد، ولم يتبقى أمام البشرية سوى عقدين فقط حتى تستنفذ إمدادات العالم من الذهب. المأكولات البحرية. بعد حلول عام 2020 قد يكون العالم على موعد مع اختفاء المأكولات البحرية، وذلك بسبب الاستهلاك الكبير لها، فوفقا لتقديرات منظمة جرين بيس أن 63% من الأرصدة السمكية العالية حاليا تستغل بشكل مفرط. كلمات السر. يستعمل كل شخص في الإنترنت حوالي 19 رقما سريا لحساباته ومواقعه على الإنترنت، ويعتقد أن نصف الأرقام والشفرات السرية المستخدمة
لا توفر الحماية من قراصنة الإنترنت. فالحل سيكمن في استخدام وسائل جديدة للحماية لا تعتمد على أرقام وحروف وكلمات، وإنما على بصمات الأصابع والعين والصوت التي يصعب اختراقها. مفاتيح السيارات. مفاتيح السيارة في طريقها إلى الاختفاء أيضاً، حيث شرعت معظم الشركات المصنعة للسيارات باستخدام مفاتيح ذكية تستطيع أن تشغل محرك السيارة عن بعد أو إقفالها مع خاصية تشغيل المحرك بمجرد كبسة زر. ولوحظ نجاح هذه الخاصية الجديدة التي أراحت المستخدمين من مشقة إضاعة المفاتيح بين الحين والآخر. العقود الورقية. شهدت العقود المطبوعة على الورق تراجعاً كبيراً من سنوات، وسيستمر التراجع خلال السنوات القادمة أيضاً، فأغلب العقود أصبحت ترسل عبر البريد الإلكتروني وتوقع إلكترونياً، ويتم إرسال إشعار بتوقيعها واستلامها كذلك. المجلات المطبوعة. مجلة نايلون ومجلة تين فوغ هي أحدث المجلات المطبوعة التي أوقفت طبع أعدادها واكتفت بالظهور حصرياً على شبكة الإنترنت، وهناك تنبؤات جديدة بوجود مجلات أخرى على الساحة ستعمل على حذفهم في عام 2020. كاميرات التصوير الرقمي. كاميرات الهواتف الذكية أصبحت هي البديل لكاميرات التصوير الرقمي، فأصبحت بكل سهولة تلتقط الصور ويمكن من خلالها تسجيل الفيديوهات بجودة عالية. فمع الوقت سوف تتلاشى الكاميرات الفوتوغرافية ويحل محلها الهواتف الذكية بكل أنواعها. الخرائط الورقية. أصبح تطبيق خرائط جوجل الآن هو البديل الكامل للخرائط الورقية، ومع مرور الوقت سوف تختفي الخرائط الورقية بشكل كامل. أجهزة الفاكس. دعونا نتفق أن أجهزة الفاكس كان يجب أن تختفي تماماً منذ سنوات، خاصة مع ظهور وسائل أخرى لإرسال الأوراق مختومة وعليها التوقيع المطلوب. الآلات الحاسبة. الهواتف الذكية بجميع أنواعها بها آلة حاسبة كجزء أساسي من نظامها، وأصبح الآن الجميع يستخدمونها في حياتهم اليومية. ففي عام 2020 ستختفي هذه الآلات التي أصبحت شيئاً قديماً في عصر الهواتف الذكية. ساعة المنبه. الهواتف الذكية بها منبه داخلي وساعة إيقاف. كل هذه الإمكانيات داخل الهاتف الذكي مما يجعل التخلي سهل جداً عن المنبه الذي يقوم بوظيفة واحدة فقط. خطوط الهواتف الأرضية. كان عام 2016 هو بداية تخلي معظم الأمريكان عن الخطوط الأرضية في منازلهم، وأصبح أكثر من 70% من الشباب يتعاملون مع الخطوط اللاسلكية فقط والهواتف الذكية. الخطوط المنزلية الأرضية أصبحت في طريقها للفناء. شركات حجز السفر. في عام 2000 كان هناك حوالي 124,000 شركة متخصصة في حجز تذاكر الطيران تعمل بدوام كامل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في عام 2014 انخفض هذا العدد إلى النصف تقريبا نتيجة لمواقع حجز تذاكر الطيران التي انتشرت بشكل كبير. فبمجرد ضغطة زر وخطوات تتم في أقل من دقيقة يتم حجز تذكرة السفر سواء بالقطار أو بالطيارة بكل سهولة. أزرار الهواتف الذكية. خلال العام الجاري قامت بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالتخلي عن زر الشاشة الرئيسي مثل الجالكسي نوت 8 وهاتف آيفون إكس. شاحن الهاتف السلكي. من المتوقع أيضا أن تدعم الهواتف الذكية كافة الشحن اللاسلكي، لذا فقد تختفي الشواحن السلكية خلال السنوات القادمة.